السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شايف احنا عندنا زاوية تحت المنزل على مساحة 150 متر، طيب الحمد لله. فاحنا واحنا بنحدد القبلة في الأول، يعني جه حد المسؤول عن فرش المساجد هو حدد القبلة، وكان فيها انحراف تقريبا في حدود 5 درجات، فقال أنا هظبطها على كده علشان الأعمدة وتظبيط الصفوف يعني. فبعدها بكام شهر جه حد تاني يقيس الرجلة، قال هي فيها تقريبا حدود 10 أو 15 درجة، المفروض اتجاهها 140 على 155، فهل في مشكلة في الصلع على الوضع ده؟ والله يعني التدقيق الزائد بهذه الطريقة، أنت تعرف اختلاف البوصلات، البوصلة هذه تختلف عن تلك شيئا ما، ويعني إذا قلنا بين المشرق والمغرب قبلة كما حسنه بعض العلماء فالأمور كانت تقريبية يعني، لكن يعني إن ما اختلاف استطعتم يعني مش كبير قوي بالنسبه للمساجد اللي جنبنا، بس طبعا لما الموضوع بيتدرج في الزاويه وضعت إن الناس فيها استطعتم إن بعد است... يعني إن بدات الناس استطعتم تتكلم كتير. ممكن انت ممكن تضبطها بالموكيت نفسه، الموكيت فيه خطوط، وفي خطوط ممكن تضبطها بخطوط الموكيت خلاص. سلام. نحاول نبتها، ولو على الوضع الحالي يعني لو مش هتقدر عشان يعني اتق الله ما استطعت، ادرس السجاد. جزاك الله خير. سلام.